شفت على السوشيال ميديا واحد بيقول لك لو الكهرباء قطعت عاوز تشحن الموبايل بتاعك، عاملين اختراع في منتهى البساطه. تجيب بطاطسايه وتجيب قرش ساق تحطه وتدخله مع الطماطم كده وتشحن. اه والله، تعالوا نشوفها. اهي البطاطسايه وطماطمايه والشاحن في وسطهم قرش ساق، وشحنت اهي. بس دي ممكن تشغل بقى راديو، ممكن تشغل ايه ما اعرفش عشان الكهرباء يعني. طب احنا ممكن نجيب 10 كيلو بطاطس كده تقعد معانا قد ايه؟ انا مش عارف. احنا هو الشحن اهو يا جماعه، لو عملنا، لو الصوره وقفت هتلاقوا الموبايل بيشحن اهو. اهو دي الفكره الجديده اللي احنا بنقدمها، حاجه بسيطه. او نشغل مخنا.